مباراة اليوم، مباراة تعيد الأذهان ما حدث قبل فترة بسيطة في المباراة التي لعبت في الدوري الأمريكي تحت درجة ماينس 7، وبالتأكيد ثلوج كانت تغطي الأجواب، ورغم ذلك لعبت المباراة. نفس الوضعية في هذا اللقاء نشاهد بالتأكيد من خلال مباراة اليوم، وننتظر وإياكم مباراة ممتعة وكبيرة بين الطرفين. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. صدام الكبار في هذه المباراة، هذه فرصة جول، هدف للأرجنتين، ونجحوا في تسجيل الهدف الأول في المباراة. هدف لا يمكن أن تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. The goal scorer for Argentina after 5 minutes is number 5, Leandro Paredes. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. فيتينها، هل يمكن أن يستغل هذه فرصة؟ فعلها وسجل الكرة في الشباك، والتعادل يأتي نعود مرة أخرى لنقطة البداية بعد دقائق قليلة. التقدم في النتيجة يمكن أن يفيد الفريق على أكثر من جهة إذا تمكن من استغلال ذلك لصالحه جيدا في الملعب. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب، عمل جماعي رائع من هذا الفريق، ساعدهم الأداء الدفاعي الخصم اللي عنده مشاكل كبيرة اليوم، لكنهم استغلوا أيضا المساحات والأخطاء لصالحهم. نتيجة متعادلة، جميل جدا أن تعود سريعا في المباراة، الرجاء سريع، تظهر لك قوة وشخصية الفريق وردة فعل القوية. يحولها للجهات اليسرى، توغل فاتنان، الله على تدخل رائع. هل تمر والفرصة خطيرة؟ ومع هذا الهدف تكتمل العودة في النتيجة. انهار الكرة، أي دقة، أي ضربة صعبة 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 على الحارس. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. ولديهم تقدم بهدف وحيد. لعبة جميلة والآن خطيرة جدا. فيتينها، رونالدو، كرة تلعب على اليسار، بينية جميلة، احتفظ بالكرة في مكان لا يجب أن يحتفظ فيه بالكرة، هنا يجب أن يسدد، أن يضرب، أن يخلص. والآن تغيير اتجاه الجانب الأيسر، تمريرة جميلة، كرة عرضية أرضية. مباراة مثيرة هنا اليوم، واضح أن هناك عزم من الفريقين على تقديم كل ما لديهم في أرضية الملعب. مارتينيز، باريدس،
أكونا، جوليان ألفاريس، تمريرة جميلة الآن، يقطع الكرة بشكل رائع، يلا جول، يا إلهي، جول، تقدم لم يدم طويلا، لم يتهنوا بهذا الهدف، التعادل يعيدنا لنقطة الصفر. يجب أن نشيد بصناعة الهدف لأن الكرة العرضية المتقنة لعبت دورا كبيرا في تسجيل الهدف. بلا رقابة وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. أصبحت النتيجة تعادل مرة أخرى. عودة سريعة، تمكنوا من إدراك هدف التعادل قبل أن تخرج المباراة من بين أيديهم. إلى أين هذه التمريرة؟ فيتينيا، كرة إلى الأمام، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريس، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، عليه رقابة كبيرة في مباراة اليوم ويعاني للتخلص منها. منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين، يلعبها في المساحة. إثارة كبيرة في هذه المباراة، حتى الآن كل شيء الند بالند، راس راس، تنافس غير عادي بين الفريقين. لعبة خطيرة، قطع مسافة كبيرة جدا بالكرة لوحده، مجهود غير عادي ونجم بإمكانيات هائلة. رافائيلياو عمل كل شيء ما عدا أن يسجل في المرمى. أكونا، باريدس، ميسي، هذه هي القوة المطلوبة في هذه المواقف. يتغير الاتجاه نحو اليسار، ممتاز في التمرير. روميرو، مارتينيز، دي باول، رونالدو، كريستيانو رونالدو، بوم بوم بوم، تسديدة في منتهى القوة والروعة، كادت أن تمزق الشباك. بالفعل هدف جميل هذا اليوم، هدف ولا أروع. أوه يا لها من متعة، هذه هي الكرة المجنونة، كرة ليس لها أمان، ليلة غير عادية. لا يمكن تحمل ارتكاب الأخطاء في هذا المكان من الملعب، هنا تعرض الدفاع الخطر، تكشف المدافعين، تجعلهم صراحة في موقف صعب. البرتغال متقدم بفارق هدف الآن. باريدس، روبن دياز، شوط أول يقترب من نهايته، بالتأكيد أن الفريق المتقدم في النتيجة سيحاول الحفاظ على هذه الأفضلية حتى الصافرة. رافائيلياو يستلم الكرة من الخلف، خطيرة هنا، تسديدة رائعة. البرتغال يحصل على الركنية الأولى في المباراة، ينجح في إبعاد الكرة. الركنية الثانية في المباراة، رافائيلياو، أوه تصدي غير عادي من حارس المرمى.
إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصي. يصوب كرة تروح بعيدة على المرمى، كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. أكونا، يا لها من مراوغة. دي باول، ميسي يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. جوليان ألفاريز، الكرة إلى خارج المرمى. جوليان ألفاريز لا يمكن أن يلام على ضياع هذه الكرة، سددها بشكل رائع، القائم وقف أمامه، سيء الحظ في هذه اللقطة. الآن خطيرة، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. الركنية الثالثة لهم في اللقاء. يبعد الكرة عن المرمى. صافرات نهاية الشوط الأول. إثارة كبيرة في الشوط الأول والنتيجة هنا 3-2. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. لم يحدث أي تبديل في المباراة. بينية رائعة. يجب أن نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. والفرصة، المتابعة موجودة. بكل مهارة حطها في المرمى، حطها ولا أروع، لعبة حريف يا ولد. مسكين بصراحة حارس المرمى في هذه اللقطة، تألق في الأولى لكن لا يمكن أن يستمر في الدفاع عن المرمى بمفرده. قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. يضرب الثلاثية، يضرب الهاتريك في مباراة اليوم. أداء رائع، استمرارية في الأداء الجميل، حسم أمام المرمى، مصدر خطر لأي دفاع. يتواصل اللقاء وأصبح الفارق هدفين. هدف بمثابة رصاصة الرحمة بالنسبة للخصم. يتدخل ويقطع الكرة، عند خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. لمسة ساحرة هنا. يبحث عن المهاجم. يمكن يسجل. كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. روميرو، مرت الكرة، لم تدخل من الحكم واحتساب خطأ. فاريدس، دي باول، موهبة كبيرة، فنيات عالية، حريف. يلعب العرضية، يشتت الكرة بعيدا. محاولة الاختراق بتمريرة طولية لكنها لا تنجح. الله على المهارة. الكلمة الأخيرة هنا كانت للدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. ميسي، أي تدخل أمامنا، أي تاكلينج أمامنا، روعة يا ولد.
برونو فرنانديز يعاني من الضغط الكبير هنا. لعبت جيدا لكن الاعتراض كان رائع. دي باول يسيطر على الكرة. أليكسيس ماكاليستر. مولينا. الكرة ملعوبة من مسافة. يلعب كرة بينية. مولينا. والبينية تبحث عن المنطلق. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. عدى وتوغل هنا. خطير الكرة. بإمكانه إبعاد الكرة. تدخل استعادة الكرة. تقف الهجمة هنا. واحد على واحد. ويمر. لمسة على اليسار. عرضية من جوا. ضربة رأسية. هدف آخر. مباراة في جانب واحد هذا اليوم. من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. الأمور تبدو سهلة في الملعب لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. يا إلهي، سوبر هاتريك، رباعية في مباراة اليوم. إنهم يتقدمون الآن بفارق مريح 3 أهداف. فيتينها. انطلاقة ممتازة. باريدس دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. فيتينها. نشوف الفرصة. تأكيد إنه البعض يشعر بالحزن لضياع هذه الكرة. انطلاقة غير عادية، نجح في اختراق الدفاع، ربما كان يحتاج إلى اللمسة الأخيرة ليكون هدفا رائعا هذا اليوم. والآن حان وقت التوقف الأول مع إجراء تغيير. باريدس. إنزو فرنانديز. لمسة بينية. عرف كيف يمر. خطأ واضح هنا. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. عندهم فرصة الآن من هذه الركلة. الآن إمكانية زيادة الفارق. رونالدو. إنقاذ رائع غير عادي من حارس المرمى. لا يمكن إهدار. هل يضعها في المرمى؟ كاد أن يأتي السادس. سيطرة غير عادية على الكرة. كنترول جميل، استقبال جميل، وبعد ذلك يبحث عن فرصة من أجل التسديد. في المكان الصحيح. توقع ممتاز هنا. لا أعتقد أنه سعيد بما حدث هنا. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. دي ماريا كان في المكان المثالي لكن لم ينجح في التسجيل. مولينا. دي ماريا. إنزو فرنانديز. ميسي. جوليان ألفاريز. براعة من حارس مرمى كبير جدا. تغييرات عديدة الآن. مارتينيز يدخل لأول مرة هنا في أرضية الميدان. تغيير فيه مجازفة كبيرة، هل يؤتي ثمارة؟ رافائيل لياو يبعد الكرة. الآن محاولة لرد الخطورة. تحول سريع في الملعب. لعبة رائعة الآن. مارتينيز عينه على الكرة دائما هنا. إنزو فرنانديز.
ميسي، قراءة ممتازة للكرة، رائع جدا في توقع مسار الكرة، يتحرك لوحده، يهاجم بيبي، قام بالمطلوب منه هنا، أوقف هجمة كانت واعدة قبل أن تشكل خطر على مرمى فريقه. لعبة من منطقة متاخة، شوف راح لوين، بأطراف أصابع على مس الكرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يستعيد الكرة بعد ضغط هائل، يلعبها لمنطقة الخطر، فرصة الآن مع المرتدة بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع. صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية، إذن يمكن اعتبار هذا انتصار تكتيكي، تعاملوا بشكل رائع مع تغييرات المنافس حتى وإن ساندهم الحظ بعض الشيء. برناردو سيلفا لن ينسى هذه المباراة بكل تأكيد، يأخذ كرة المباراة بعد المستوى الكبير والأداء الاستثنائي. كانت مواجهة في أندية كبيرة، كان واضح أن كل فريق درس خصمه بشكل جيد وكان يحاول تقديم كل ما لديه على أرضية هذه المباراة. كانت مواجهة بالفعل مثيرة جدا على أرضية الميدان. حانت لحظة الوداع اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة، هذه تحيات فادي العتيبي، إلى اللقاء.